الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب صلاة الخوف وقت بقوه وشرو صلاة سلوت كان يبابي ما ها الصلاة مدح بنان وصلاة فرل كها كيف يدي قاب كلوت كليو مركو وشرو بقي عدو لقى بقريو. قال وحد أنواعها صلاة الخوف كنوع عدد ثلاثة صدحوي فإن يكون عدو يهي عدونا عدو جينو في غير قبلة قبلة جهانا هاي مدي نجحية فسنة وحال السنية تحرص فرقة أن تحرص إنا إلى لسعيدا كإنتي سكلا فرقة كوح وصلى ويصلي واتكندو أنا من يأم كإمام كاهنة بالفرقة كوحدة الأولى ايه هوري ايه بركعة ركعة يتكين دونا وركعة ركعة ركعتنا تتم ايه لنفسها يدا لفيدة ودا ما استرانة سكوحدي وحرست لما تنوى الى عالم دونتا مركي ركعة دي دا ما يستطع وعدوغا أيها دينا وحيك قاري كقبل ثم أنت يصلي واتكين يا ركعة الركعة ويساق الركعة دي سيلا بعضا بالفرقة كوحدي بتكين يا الأخرى أكلا مركو رقار كايس ولو في جمعة ولو حصلت هذه الكيفية كيفية دينا بحاصل في جمعة في صلاة جمعة صلاة جمعة دحديد ثم أنت بديت بويري أتمت وايد ما يستري كوحدي لبعض رقعدة وتقيم وين رقعدة كدنين وبهم ويسلم ولا سلام نقصن دون إمام كبهم كوحدة لبعض فرديكو كسوق دونا الكوح كقال لي صلاة الخوف إقاب كلوت كذا وصدح بوري صدح ويكبدا تاي إلا لحية طبعا قاب بجارسيا لكن كتاب كتاب كان أصل كواه وزبتك يا صدح ذا الشيء أنت بدلنا صدح هذا الشيء قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى يا صدح ذا الشيء قابك كواد وحيهاي إنه عدو قبلة تيانا هاي كحجة مسلمين مسلمين تونا أي بدنيهين ويوقي بسمي كران قلت كتاء يقلو عدو قهدو صر وقان صدو الدفاع ده إسلام أركانا وحلم إذا أدي عدو وجهاد قبلة وكحيه لكن أنا أرك هين وحيجة يعدو كلا قرينة يا وشروا مر كان سيدنا لو تكنيه سيدنا هذا لو تكنيه حالا دن عيدا كا أيو الله بوق قيبنا يا هو جاميون وسيدنا لو تكذا وصلنا سو شعري كوح مر كان قار قبته يجو صلاة أنجلين وعادوا المسلمين تكايل عرسا كوحدة كلانا إمام كوحي ولبا حيا ميل آن هوبك عادوا كسو قاعد هين تانا كوحدة سي أيو إمام كو رقعات تكينية مركو رقعات سي تكيو رقعات لبادو وكعو إمام كيو رقعات لبادو تاغن أيه إيهو نييسان أيان كقوصة شو ورقعدي وهر سنيد بعد ما استرار يان كاسي سلام نقصنا يان قلادي قار كهيسة بي سو بدل يان قلادي وحي سو قار يان إمام كي ورقعدي لباد كتيرة ورقعدي لبادنا إمام كواين ديريه سي كوحدة لباد وسو قاران صلاة دي بحران يان رقعدي إساق وهر سنيد أيو كوحدة لباد تكينيه مركو تكيو ساق سلادي سوي دماته فردقا يو كسوغيا إياقو نوحي وكعيا رقعات دي وهر سنيد ويسوار داما استرانا يان سوغا فردقا يسوغارا يان ولا سلاما نقصانيا مركا كوحنا وحي هالين فضيلة دي حرشادة إمام كالحدين كوحنا وحي هالين فضيلة دا دماين تا إمام كسلاد دي لدميين
هذه الصلاة أي تهاي صدح رجع عدود نساء مغرب أو كلوا الصيدانون وقال الله ورجع عدود بتكنيا قال أنا رجع عدود بتكنيا هذه الصلاة الرباعية تأفر أي تهاينا وقال الله ورجع عدود بتكنيا الله هذا كلام دم يسنا يان قال أنا الله هذا يسقى وهرسنا يلي تكنيا وحلو في جمعة أنا حتى هذه الصلاة حالة بقاها لتكريا إتاي صلاة جمعة لكن دي شروط دي وضعته في خطتي في خطة أمنية المستوطنين اللي قلت تكريا وحاشر دي أنه دي ما أنت ودو خطبة دي كوا وحويان عدو قيلالنا يا كوا لتشو قبع وخطبة دي انت هدي بدأت بو لباو قيبنا قلوا وليبان الدوائنان يا فرطان كيران مركا إمامك اللي قدره سورة كواد مركواتا أنواعها صلاة الخوف كالنوعية ثلاثة تصدح وهي فهي يكون هدوية عدونا عدو جينو لينو الشرعية لدقال لنكيس في غير قبلتين أي في غير جهة قبلتين قبلة جهة ديد مداني نجحيقين فالسنة وحل السنة تحرسان تحرسين إلى لصو قار كاي قبطو فرقة كوح وصلى أو تكيو من يأم كإمام كاي بالفرقة كوحدة الأولى هراء وركعة وتتم ودميستر كوحدة هراء مركو الرقعة تكيو تيب فارقين يودان ركعة ركعة وهرسن بدميستر دوران وحرصت قار كاني قبان دوران مركو الرقعة دوران دميستان ثم انت هدب يصلي واتكين اياه ركعة ركعة ويساق الرقعة دي سيلا بعضا بالفرقة كوحدة بتكين اياه الأخرى كلا ولو في جمعة ولو كانت هذه الكيفية أبنى قلت كيفية دني حاصلة تلميذ حاصل شيء في صلاة جمعة صلاة جمعة دي حاصل شيء أي يجوز فعلها ثاني اللي اتكدوا بنانت صلاة اللي اتكنا يا جمعة بأبنى قلت ثم انت تمت مركي رقع اللي اتكدان تمت وإذا ما يستري في القد اللبات واللي فيه ده وإذا ما يستري دونت لكن قلت أن إني مفارقني يودا واجبك معها وهي ومقتدية بالإمام حكما دولي إمامك وكحرين وكم فردك كسوك آية حقيقة تيانا وكحرنان وكوان خلافة رقعات وكعاية لكن حكمها بولي إمامك وكحرين فردك كسوك آية وبهم يقوى فرقات دار لبادة أيو يسلم الله السلام نقصن دونا صورة دي لبعض نواتا وإن يكون هدو يا العدو عدو في قبلة جهاد قبلة من المسلمين تكعيقة ولا حائلة دونه وإساق عدو يا مسلمين تكالتين يانا نتشرين صفهم وصف دونا إمامكم صفين لو صف بوقيب دونا ثم دباترا أحرما وحرن صلاة بالجميع دمان تطبول حرن دونا أولا ركوع دونا دمان تط أولا اعتدال دونا وحرن شرع يركوع دا يعتدالك لبا صفوك قد ينير ويقول صلاة دي كتيري سلالي نير اللي عادو قبلة دو كحي قوانا يركياني ويسجد وحا سجودة معه إمام كما عيسى صف صف با سجودة صف كاسو منهما لماذا صف متكودا وإنو كهور السجودة ورقعد الكوبات كهور إنو كراعا واجب يشرد طالما كدنبا كراعي كرا وايا وحرص وائل آلين دونا وقار كو قبان دونا لآخر صفك كلا ثم دبتنا حيث ملقام ويستاقي إمامكو يقول دي دي للسجود دي فليسجد الثاني صفك اللي بدأ سجودها ويدارته ويلحق الإمام وليلحق الإمام سجود ده انتو صور لما يستطرع إمامك تاقني ده كسو قارو سورة الله بادنا وحي تهي عدو قبلة دو حقا مسلمين تنوى أركيانا وحكا قرين يا مجرم عيدا كي إمامك لبصف أيو قيبنا لما انتو إمامك صلاة الله حرانيان وإلى الركوع عيان
ويلي اعتداليا مركي سجود قاعدو ايا لبدا صف متكود ولا سجود يا كلا قاعد كواينيه امامك اي انتي لا سجوده مركي سو كعان ايو صفكي كلا سجود او ويدارانيه كدبنا و خو كسو غاديا رقعد لبد قيام كيدو كسو غاديا وحلو أن يكون هذا العدو في قبلة قبلة شهاد مدحق صفهم وقيبين دور إمامك صفين لو صفوا قيبين ثم أحرم أدب يتنوى حرم صلاة دي بالجميع ما أنتو دي الساق ومركا لحرانية ومعه يسجد واحد سجود يمع إمامك معيس الصف با سجودية صف كاسو منهما لبدا الصف كمذا وحرس الصقار كو قبان يالا آخر صف كالبعض ثم حيث ما القام وإمامك استاجر رقعد كباد وكسر استاجي فليسجد الثاني صفك لبعض كل سجود ما يانا كي كله هالسجود ويلحق الإمام إمام كان هصوها له هالسجاره واي وفي التحام الحرب بويلي وصورة الصدحات وي وفي التحام الحرب دقال كه البوجي سامه البيس كدقيس صلوا ويتو كنيال مهما أمكرهم سيدا وصور تودون على الوجه الذي يمكنهم وجه غاي سلاد وصور تودون تكنيال ركبانا يصلون ويتو كان ركبانا حالا يهين كوو قاديد صارا أو رجالا أما يغاق كوو اللغيني أو بالإيماء أما إشارة كتو كنيال ركوع دي يسجود دي أي إشاران وماذا حيكون إشاران؟ مركز سورة صدحات وسورة أنت بدن عسر جينا سورة توبيس ويهوب كلا استعمال ياهوب أنت بدن ده ملك استعيد إنك وتشوجا لجارسين كره شرط الدواء حايد إن هوب كعدو ولا أنت كنا إنسان سو جارين مركز وحالة دجالكي وصعدوا اللي يسمح قال قفنا الدجال كانوا كبيح كريم والتحام كواحد لو جت إذا هي اللي بكي كان كجو أي باك كله جاري اللي بيسكون دق بامشة كدعي عادوا جنوا فر بدعي بقول عاد بودري لجماعة من عادي عيدا كلا قيبيا ونصور رام هو كيس وسو جارو حالة ده سبب لوت كنيه سيدا السلاد كسر تودو بلوت كنيه والصلاة ده أنت سورته وده السيد الله الله إيمانية قيام كي ركوع دي سجود دي استقبال القبل أنت سورته أنت أن سورته بالناس سيدا يكون سورته دون بالله الله إيمانية هذه ركوع السيد الله الله إيمان كريوها يسجود دي بالإيماء بالله الله إيمانية صاحب الشهر قبل دي هذه لقابل كريوها يردين على الوجه هذا أيوم بالله تكنية يضو حالة دو أستاذ توقاب كالله تكنية دنا والسكوح رنكرا فعل كافرها بضانا السلادة دحية الصمين يعني لو أني منطقة على مينا واللوغو عدر دارية لكن وإناني هذا الإيه قيلية وحا وإناني الصمين وفي التحام الحرب الدقال كوميركو هلبوبو سلوي تكريان مهما أمكرم سيدة السلادة وصور تودو ركبارا حاليا كوكا هديد سارا أو رجالا فإن خفتم فرجالا او ركبانا اي ان اشتد الخوف ويرمع انه ما بقى اوردن دو خوف قاد ودراده ايدينكو امركا لوغين ايدينكو غاديد كسارن بتكدا دلاي بن عمر وحرس البخاري وريي وحويانين مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة ايدينكو قبلته وجيدي ايدينكو كجيده معنوا اساس نافع كورن يانا وحويري وملاين ما ابن عمر والنبي قال كري لي مو يعني أنا وحديث مرفوعة وحرموا وحارن تميين علمضوا على الرجال الرج وحي كحارن تميين قان قار كهاي مير كقبي العسجدة ذهبكي بالنسج مركو يهاي مد صميصة والتمويه يا مركو يهاي مد لمريي شيقة والله قد رابي لا حال السدى مركو مرد مايا والله ما حارنتي مين دو مرده
وخالص القز بويري حرم وحران تميين على الرجال رجع وحي كحران تميين خالص القز حرير تنوع كم يدي قز كلا يراضو تيدا برا حتى رنبي حران تميين أو الحريري أو خالص الحريري أما حرير أو دنب تيدا برا حتى رن حريري مكو برا حتى رن وغالبا وحرم وحران تميين غالبا أي حريرا غالبا حرير شيء كلاي كتيرا كبدر إلا على الصغير كيرا مويان انت كلاي إن لبكا وكحارا تميين كيري ساق حارا كما وعرق حارا تكاي وعراعي مركا مثلا كو صابصا ما دام حالة الدقالك وحيابا قار كود لبنايو عدوغا سي لو بقغليو وقلبيسا مسلمين تو ugu weynaadaan wa halkan oo kala deen la sheego waxyaabo mararka kale xaaraan oo banaan sida de xariirti iyo dahabkiyo masalasu ku dacal dhabe marka wuxuu yiri culimadu dahabka ragga waa ka xaaraan timayeen macna wax sheegeen inuu xaaraan ka yahay tahriimka ilaahay ba iska leh النبي قال عليه الصلاة والسلام ذهب كي حرير تيري هذاني حراماني محرماني على ذكور أمتي لبضاني لبك أمتي إذا حرام بكي قال عز جدوى ذهب كي رجل الشيقي يعني أنا وكوامير كطبائي قانقارك كوالا ساقا وحبا كحرام يحبا وحلال لما يراه وغير مكلف حلول لمدي كان قانقارنا وصاصو كبير وحال حارن تيمي مركا والاستعمال والاتخاذ ذهب إنا يشان وننكو الذهب حرشدي سو سورتو ذا ومال دكتو إيه إنو حرنا لبضو حارن وما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة فقهية وحال استعمال كيسو حارني إلا الصميستان وحارن لأن اتخاذه يجر إلى استعماله waye in la sameysto la yeesha waxay qofka u jiideysa isticmaalkiisa xaba laga soo reebaya jiro oo hadii dad ninkii sankii laga jaro salaahan wa gashan kara asxaabiga carfajal oran jiray waxa rasuulku u fasaxay wakadalika ilkihi iyo wala gashan kara far hadii laga jaro xubinteed xubno badan baa noqdaale yaana mid dahab oo gashan kara marka markuu yiri al casjada wa dahabkiyo fidada meesha ka baxday ragga waxa xalaal u ah fargalka fidada inay xidhaan iyo dagaa qalabki dagaalka inay ku qurxiyaan fido laakiin iyada lafteeda deynaha saa looga baneeyay ku talax tagi maayaan marka laa rijaal la gabadha meesha ka baxday gabadha iyada waa loo xalaalay dahab iyo fido labadaba إسراف كما الله أقولين إن إسراف كما سميسو إسراف كما عرفك أيون غنية ذهب كيوحو لا يحرم على الرجال لبس مسوجي بالذهبي بالنس جمركو يميد وحلو السمي ذهب مرا الذهب لغو السمي وحارا يو التمويه يمركو يميد وحلو رابي أول كيبا مركا الذهب مركا لغو رابي waxa soo hadii dab kala saaro ay wax ka soo go'ayaan dad waxba ka soo go'ahayn wa banaaya abiiradin wuxuu ka soo reebay la xaalad sada oo hadii uu dhalaystay oo dhalka uu dusha ka soo maray ila dab ka markii roob ragga waxa loogu diidanaa khuyalaag iyo kibir ka dhalanaya iyo qalbi jabinta arintaas ay ku sameeyayso dadkan haysan mar hadduu mirdhayo miridhow dusha ka soo maraya daxal deed cilladii loo diiday meesha markaa waa ka baxday marka xaaladda xaaraan maaha marka uu mirdho waxa iswaydiin la dahab ku soo ku weydhaa ma mirdho waxaanu mirdhin hadduu khaalis yahay oo kalid wey laakiin haddii wax kale lagu daro waa mirdhi karaa taas uu jeedaa marka waxaa kaloo la xaaraantimeeyey buu yidhi khaalis alqaz waa nooc min anwaac alxariir
waxaan duudku intuu nool yahay ka soo baxaa qaz la yidhaahdaa markuu dhintaka ka soo baxaana xariir baa la yidhaha adigu ajwad lxariir xariirta nooca u fiican marka haddii maradu gebigooda wada xariir ay tahay raggii xaaraan bay ka tahay waxaa la mid ah haddii ay ghaalib tahay maradii xariir iyo wax kale isugu jirta marka haddii xariirtu ay badan tahay iyadana waa xaaraan haddiise shayga kale uu badan yahay ama ay siman yihiin markaa xaaraan maaho dee waa mara xariira la odhan maayo mar haddii xariirtii laga badan yahayba ama xariirta iyo shaygii kale ay siman yihiin labadan la sheego dahabka iyo xariirtu waxay xaaraan ka yihiin uun ragga qaangaadhka ah oo ilmaha yar isagu kuma jireen qaangaadhin oo qofkii mas-uula ka ah waa u xidhi karaa xariir mumayis baa noqdeen dahab iyo fidiyo waxaana waa u xidhi karaa bay dhahen waayo cilladii ragga waaweyn loogu diidayaa isaga ka maran oo dee isaga xidhashadiisa khuyala iyo waxaas dee ka dhalan maayaan oo mid taa gaadhay maba ahaba wuxuu ihi waxaramuu waa xaaraam yeeleen culimadii cala rijaali raggii waxay ka xaaraantimeen alcasjada dahabkii binasji markuu yahay mid wax lagu sameeyey watamwiihiyo markuu yahay mid wax lagu dhoobay la xaala sada markuu mirdha maya xaaraan maa wa khaalisa alqazi bay xaaraantimeen nooca alqazi la yidhaha xariirta ka mida aw ilxariiri aw khaalisa alxariiri ama xariir teeda saafiga ah wa haaliban waxaramu way xaaraantimeen xariiran oo haaliban isagu badan ilaa cala asagiiri kii yaraa mooyaane isaga waa lasoo reebaya baabu salaati aljumuca baabkan wuxuu ka warramaya salaadii jumcaha iyo axkaamteedii marka miimta waa la iskaanin karaa aljumca waana la damayn karaa aljumuca waana la fatxin karaa se mashhuurka ahina waa damuhaa aljumuca in la dameeyo wuxuu yihi wa rakcataani farduhaa limuminin wa hiya salaatu ljumuca rakcataani waa laba ragcood waa khabar mubtadiisa xadfiyi farduhaa faralnimadeeduna limuminin calaa muminin bay ahaatay nin mu'mina kullifa ninkaasoo mukallafa oo qaangaadho miir qaba xurin xor ah oo dakarin lab ah oo mustawtinin meeshaa jumcaha lagu tukana mid ka waddan dhigtaya oo dii sixatin caafimaad u saaxiiba wa shartuhaa salaada jumce shardigeedu shartu sixaheedu fii amniyatin waa anta qaca waa inay dhacdo fii abniyatin dhismayaal dhexdood jamaacatan fii jamaacatin jamaacana waa in lagu tukado biarbaciina afartanna waa inay ku xaasisho wa hiya jamaacada afartanka ahina waxaal hiya jamaacada afartanka ahina bisifati alwujuubi inay salaadi ku waaji sifaadkii salaadi ugu waaji salaadaas ugu waajibi lahayd ay leeyihiin bisifati alwujuubi sifaadkii ay salaadan jumcuhu ugu waajibi lahayd ay ku sugan yihiin walwaqtu weeye shardigeedu shartuha alwaqtu waa in waqtigeedu u joogo fain yakhruj hadduu baxo salaadii jumcaha waqtigeedu usallu waxay tukan doonaan adduhra duhur bay tukan iyagoo salaadii jumca ku jira ayuu waqtigeedii baxay duhur bay tukan doonaan bilbinaa iyagoo ku dul dhisaya intii hore ay u tukadeen oo halkii kasii wadaya duhurka aan soo bilaabahayn wa min shuruudiha shuruuddeeda waxaa ka mid a taqdiimu khudbatayni laba khudbadood in laga horeysiiyo yajibu waxaa waajiba an yaqcuda inuu fadhiisto bayna tayni labadaa khudbadood inta u dhexaysa ruknuhumaa labadaa khudbood rukunkoodu arkaanuhumaa alqiyaamu taagni weeye in lagu khudbadeeyo wallaah axmed ilaahay in la mahadiyo weeye wa bacdahu xamdigaa ilaahay dabadiina
صلي كو صلي كاي خطبتين يوم على محمد لي محمد عليه الصلاة والسلام وليوصي هدر دارمو وذاتك هفر كخطبتين يا بالتقوى أو المعنى ما التقوى وحلى معناه كما نحو أطيع الله سيدا أطيع الله إنو يرى هذا كلام في كلتيهما أي جميع ما تقدم وحا صور مرادم أركان وي في كلتيهما لبدا خطبات بدحو لبدا وإلا لي مادو والسطر با كم إذا الشروط دي خطيب كعوري سوري أسطورانتي والويلة با كم إذا حرير بين التين لبدا خطبات لحريري وبين الخطبتين يين لحريري لبدا خطبات يو بين ما صلى وبين ما يصلي الصلاة ده تشبعي وتكني وبالطهرين وحا شرط وشرطها بالطهرين أن يكون إنو هذا الخطيب خطيبك بالطهرين لبادي الطهرين متكسي فيصل أكبر كي أصغر كي ويطمئن إنو حسلا يا شرط ويطمئن وحسلا يا قاعدا حالا فرديا بينهما لبا خطبات انت ورحيس ويقرأوا آخرين يا الآية تعيد القرآن كهيدا لما يسكترنيد في إحداهما لما يخذ بوضع متكود إحدا واسم الدعاء بشرد ركنا وحمق على الدعاء يالنكرا ثانية أي في ثانية خذ بضع لما يخذ بوضع الركن ياه للمؤمنين والدعاء وحسون وحا أنفال حمين تخصيص إنه كقاري للدعاء بالسامعين كون مقلية وهي صلاة الجمعة وصلاة فرلا إلهي بايري يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأنا اللي سكوا فقصي حديث بعض النوات المانتي فرلني مدينة وأنا اللي برق عدود بالإجماع اللي برق عدود دي لقب دي ما أنصحيسه واي فر الكتهاي وحي فر الكتهاي قفك مسلم كا هذا ده مسلمة أما هو مسلم وهنشري كافر كأصلي جامر كفر على قد البيامة لكن مرتد كيو كلو على قد البيامة وحلي وريع إسلام وصلاة وشمعانتكم وحكلاي عدة فر الكتهاي شرد واي رياي مكلف عاقل بالغ كي مركا يران قان قاني كي والا فرالكما ذكر وينو نغضو قفكم الضمر كي إيو لبيبكي يغن فرالكما مستوطن وينو نغضو مد ماشا كوضن نكتي بمعنى الدقن ماشا سودن كي سايت شمعان لقوقية كحل السويدين كرا ومقيم كمياني فرالكواين ما فرالبيكوتي وددكوا مسافر مستوطن يمقيم مقيمكم مركا ده حالات بكو جرا ودحايسا سفر كيو إيه استيطانكي وقفكي سفره احكامتي السفر كاي كغودد سؤالين مددي با ده كدمات مدد السفر كي با كدمات وايه مركا مركا ولي مستوطن مقيم بو جتشي ده مستوطن كنا من باب الأولى لكن وعبران مستوطن يجو مقيم وتشي ده يجو مستوطن وتشي ده مقيم وعبران وهذا ماشى شمعة لقوا مقيم كوي أحكام السفر كاي كقاضي شمعة ولقوا يلا نه أما ماشى وابكب حسي هاي لكن وحد شو جمال آذانك وكجاري آذانك وكم مقلية هدو سي مسافر يولا سفر كو سفر قصيرة بها النغضي ومار هدو تشوغا ميلانو كمق لهاين آذان كتشمعة وصفر كي قصير كهادي ضابط كي سبا كاسوها تشمع فرالكما وحكالو شرد يغف كينو عافماد قبو هديو قبو حنون مركا وبناين ايه تشمعة يتشمعة دينو كهارد دي فرالكما شروط دي دوحة كمي دا انتقع
في خطة أبنية المستوطنين تدك تبعوه كواتشبي لسما ياشو ذا مال دحدو ذا وعنان كبحصرين وهديم تبعالو قوغو ماشي مركا لقارة وسفركو بلاب مي مركا لسوق قارانا أحكام سفركو أي قوائزي تبعاو سينصيحي معي لكن لسما هذا الشرد وما هي لصعو قرون كادي تبعالو قوتكلو وأكوان صحي وحلوتشي ذا يعني بلدك لسما ياشي سا مالكم ذا لسما قوديا نقطعو بنانا لسما ياشا ودا حيبا نقضي واحد كلو شرد وجماعة صلاة الجمعة بلا جماعة كما أنصحه قف كليدي متكن كرو جماعة ذا سنوين أفرتن يهين أفرتن كان واحد شرد وصياء صفة الوجوب إني ليه يهين صفات كيو تشمع قوة تشبه ومتك استوى أفرتك كم دوين يهين مسلم عاقلة وبالغة وحرأة وذكرة ومقيمة ها هذا الصفات كانوا لحين ترد بوحين مايو سجد شمعها كمان صحابين شروط ده وقت جا كم يده وقت جدول وقت جذور كان وقت جذور كان سوق اللي متكن كرام وقت جذور كادو بحر ويبحر هذه يده اللي قلت شرو وقت جذور كو بحر ظهرهم بالور رجيان ونيدهم بالبدليان وأنا لقط دول السياج وهل كي بالقصي وضع الظهر كاس؟ ده الرجعة دوت كذي صلاة الجمعة هي وقت جي دور كوبح. الجمعة ده لما قل لي دورها بالله قل لي ريح. وركاد ده أنتي دور كارس أنا يدوب الله يبانس. وتكدر البنانس. بالبناء مع البناء يدو لقبة كدر لسه. شو ده الحكم اللي بأخذ بعد كور ريان تقدم خطبتين. لبعض خطبة ضاد مركا يجب أن يقعد بين التيني تادر شروط ده خطبة ده أيه أما خطبتينك خطبتينك شروط بيلين أركان ويلين مركا هال كان وحاجة وسيرة حقلي شروط الخطبتين إنه جونوش شجابه أركان الخطبتين إنه جونوش شجابه واي لبعض خطبة أركان بيلين أركان تودو مركا واشر لكن القيام وقدره قيامك أركان خطبتين كميد ما هي شروط كميد ركاد أركان تو وجدت شيء ده ما لابد من وحي لقى مارمان كواها أركان تو مركوا محن الحمد لله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بالتقوى قراءة آية كاملة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات شنتاس أركان الخطبتين مركا والله احمد والله والله احمد الهي سبحانه وتعالى وحمدي وبمعنى ائتي بلفظ مشتق من حمد مضاف الى الله والحمد لله احمد الله حمدا لله نحمد الله احمد الله واسكب والله يتعين لفظ الحمد وبعده صل على محمد يعني حمد جلاله الدبدينة رسولك عليه الصلاة والسلام كصلي وصلي أمن نصلي على محمد صلى الله على محمد ما على أحمد ما على الرسول وركال كان ويري وبعده ما شرط دبا صلي النبي إنه قدم بيه حمدك ظاهر النظم قوات سداس لكن وأنا قول ضعيف في المذهب ولا الصح المعتمد أن الترتيب بين أركان الخطبتين لا يلزم يعني الترتيب بين الصلاة على النبي والحمد يعني واحد يتهاي إلا بضب القصة معي إلا ترتيبيا ومستحبون ما شرد ما فر الماء صلاة على النبي الدور الرئيسية كد من إلهي وحمدي خطبة ديوان صحيح وليوصي بالتقوى الحث على الطاعة مبالغة شيدا زجر عن المعصية لا يتعين لفظ التقوى إرقاء التقوى
أما الوصية منا متعين معه لكن هذا الكيس ده الدنيا ده ممكن صعب صنانية كسائدي تان كده وإن أمر بالطاعة والنقضاء مزج عن معصية وإن النقض هو كده أول معنى ما وحلا معناه سدا كما نحو أطيع الله سدين وراه أطيع الله دولا وحثنوا على الطاعة حذركم من معصية الله والله من هذا وشمت الركون خطبة الجمعة إلى ذي صدح كم إذا الله بدأ خطبة ضوط بوال الربا وحمد الله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والوصية بالتقوى مدنا خطبة ظهراء الربا ومحي خطبة الدنبال الربا ومحي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات يلو دعوية مؤمنين تيو يو مؤمناتك مدنا لبادة تيلة قليبة وكوان صحيصة وقراءة آية وخطبة الدهورية وخطبة الدنبية لبادة بوالا قلين كرا ولا آخرين كرا تهران يكون في عن طحي واي واحد كلا شروط دي كم إذا عورة الخطيب إني أسطرانتي والستر أي لعورة الخطيب ده عرض سموقته وبريسا إن ده فإذا أنتوا مركبوا كوع اليوم ورسي صلاة لبا خطبة وين الحريريه وعند وقت دير ولا برجع أقول لي قلت كان كره أنا لورد حايسين آمس هذا الأجنبي كايو عواين أنا لورد حايسين صلاة إياه خطبة ده وين الحريريه كنا ووقت دير وين لورد حايسين وإن طاهر كي هي خطيبكو الحدث الأصغر يا الحدث الأكبر رضوا هروي نقول شاقي إن شروط خطبتين كي كميت هاي الجلوس بينهما مركا جلوس كاسنا وحشر دعا يطمئن فيه وإنه كحسنا قدر الطمانين وإنه كتر إنه كده يريان وفي عنته قدر ما يقرأ سورة الإخلاص وفرديه وحانا يرادا ويستحب أن يقرأها لكن محاو الدليله انت اول ما اخذ وانت اول حسين سوره الاخلاص اخريا السنه دليل به وبانت تاس حدي ان مركه ربا دو فدي كو خطبدينينا سكوت بو كو كلا تفريقينيا امس وايه وحيري ويقرا الايه في احداهما ايه دو حشد ان نقطة ايه كامله وين نقط معانا ده وين لغا فهميه وحا كلار كانت كم إذا واسم الدعاء أي ما يقع على اسم الدعاء وحما قع الدعاء يلنكر في ثانية تنبال الله ما ليس للمؤمنين بقى اللو الدعاين يا مؤمنات كنا داي كتيران وحسن تخصيصه بالسامعين نظم قضائر كيس وحوية دعاء دا إن لقو قاري يا له كوان مقليا إن يتعيس دا أفضل كا صلاهان رحمكم الله غفر الله لكم يو دي ريضا لمتكا لكن علماء بدون روح الشيخ انسى زكريا الانصاري وكلا انا يبنان تحي ان لغو قاري لا بأس بتخصيص بالسامعين بول شرح التحرير كو ساكون دي بكومت شرح لغو قاري المركة معاني ضابح وابنان تحي ان لغو قاري لكن ولا جاء أوليسين ولا جف في عيه تعميم كأوليسين دعاء مركع عامه كون لفتو درد أول قستي وحسن التخصيص إن سيدارو فسر الله فسر الله يراده وحسن أي لم يقبح ما فالح ما التخصيص بسامعين معناه برنانتو وحفالح ما صلاة فسر أبو يعني حسن هذا بمعنى الدين وين سيدا أولاء هي أفضل كاكوفة السراء سيدا معتمد كايد معا واي وحيري وركعة تاني وهي صلاة الجمعة الركعة تاني وهي فرضها فرلميذ للمؤمن على مؤمن بهات مؤمن كاسوه كلفة وكلفة عاقل وبالغ وحر حر أو ذكر لبعة ومستوطين ما يشهد شمعا لقد تكرمت كودا لكتايا أما مقيم كواه وذي صحة العافية ماذا صاحبه وشرطها شرد قيده في أمنية أن تقع وإن دعوة في أمنية باسمية الدحض جماعة حالة إتهاي جماعة مثل قلت كنيه أما في جماعة بأربعين
أفرتن يعني وتنعقد واحد يكون قنطم يسابي أربعين وهي هبوري جماعة سنة وحال هي جماعة سنة بسبة الوجوب الصفة دي جمعوا قوة تشيب لها إلا دي وميدو لك ميدو لي جماعة أفرتن كاه وأنو ميدو اللي بل لي وقراوا إلا هلا أفرتن صفة الوجوب لي الوقت بقى كم إذا شروط دي وإذا مالت الشمس برسول كنت كنت إلى سؤال أنس بن مالك وقت كده وقت الظهر هذا وقت جاد يبحو أي وقت الظهر بقى بحو وهم في أيقو كتشرة يصلوا وحي تكن الظهر بيت تكن بالبناء مع البناء يضل لقبة كدو اللسان كدو اللسان وهالك يكسي وضان لكن أيقو انجلين هذا وقت جاد وعلي اليومه أيوة أركان وقت جهارين أنو خطبتين يركعتين خفيفتين أنو قاضين أما يكشكيان وحواجب كوا إن الظهر حدار إن الجمعة حدار حرام بكت الجمعة سورة الجلين يجب يوجين سو حرارية شروط ده دو مركا تحيو حلو من شروط يا حكم إذا تقديم خطبتين لبا خطبتين لقوا الرئيسية يجب وحواجب أن يقعد إنه فريست بين التين لبا خطبتين تور حيس ركنهما لبا خطبتين أركان تود القيام التاجني الجو خد بذوي للقادري والله أحمد إلهنا سبحانه وتعالى وحمدي وبعده حمد إله الدبدين صلي كصلي على محمد وليوصي هدر دار مخطيبكم بالتقوى أو المعنى ما التقوى ذو حلا معنى كما نحو أطيع الله سيدين ولا أطيع الله في كلتيهما أي وما ذكر وحال شاقي أركان وي في كلتيهما لو خد بوض بالحدود لو خد بوض بالربا ودو ميد لي ما دو تكلان ولا ايمان ما صحيح والسطر با شرط يا ان عورده استرو والويلا حيرين با شرط يا بين التين وحيريه لبدا خطبدود وبين ما صلى ايو وحا وتكدي بين ما يصلي وبالطهرين وان يكون با شرط ان وهذا بالطهرين اي متلبسا انه نقضو ميد كصفيسن بالطهرين ويطمئن وحصل يا خطيب كوي وجوبا واجبهان قاعدا حاله يمد فرديه بينهما ويقرأوا آخرنا يا الآية آية دي ركن كاينا في إحداهما واسم الدعاء والركن وحمق عالدعاء يلنكر ثانية في ثانية خطبة اللبان دي حيث الركوي للمؤمنين والدعي وحسون وحان فوالحمين وبنان تخصيص دعاء اللقو قاري يا رب السابعين كوا مقلية لكن سيدا أفضل كاي وإنه عام كدقو سنان وهابوري صلاة الجمعية سنة ياشين الغسل ميرش شوية والتنظيف الجسد تلك نظيفين تيسوي واللبس أبيض مراعد حرشة يدوي وطيب وتطيب اسودقين وي إن وجد هدو هلا طيب كا أما ديو حالة صوشة يسا مرضعد بكر أوك اللي هندونا المشي صعد كالله إليه حق يدو وصعونيه الفجر اللي قبل عامر كواجو بريو وازداد واسيات سن وبط سن مدوى لبا مالك الجمعة من قراءة قرآن أخرينتي سورة الكاف وأخرية قرآن كلام هي وذكر حس إلهي وحصية ذكر لله ألقى سنياشي وكش هاجي سنياشي وين وما يدو حديث بدل مكسور ورتي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم واجب نشافعه هو متأكد عربي متأكد كو تقانا واستلاح حادثة دي واجب كو حان لقيتك كارين لازم كلغو الشيغو حديث كيو حويان سمرة من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت ايانا يؤدلي الشدين وامن رضا يكسر فيين ويؤدلي الشدين من رشدين السنة ونتي تشيرك إلا نظيفيه وحوقة تشيدا عند تميه يعديه الروايح الكريهة وحاصل إن لغا صاره مراعاد إن لحده ويلبسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيها موتاكم بولي نبيك عليه الصلاة والسلام أبيض هو ممنوع من الصرف لكن وزن كان صدين للصرفيه وطيب تطيب بوقة تشيدا طيب يا تطيب بالطيب ودوق إلا يسكو أدقيه إن وجدوا أهدوها لسا حديث كمسلم بك صاررت وبكر المشي الله سنيا شو حكم إذا إمام مامومك إنه هراء التقوى مشي نوع عبرايو وعمر كاتل مامي إن السقوى اللغين يأتقى أفضل أي تاي
way ka afdal santahay inuu gaadid u fuulo imaamka isaga looma sunneeyo abubakar ay al maamuumu bay nidhi imaamku isagu khudbadda markay gaadha ayuu imanaya isagu tegitaanka waa inuu dib u dhigo waayo meedhashada lafteeda waxay ka bilaabmaysaa waxa weeyaan min طuluuc اlfajr markuu waagu baryo waagu markuu baryo hadduu maydho meedhashada jumca waato sida afdalkiisa waa inuu ku dhaweeyo tegitaanka si aanu horteed u dhididin waa inuu kororsadaa buu ihi qof kasta maalinka jumca qur-aan akhris iyo dikri ilaahay halkan shaarix suuradu ku sheegaya dukhaan iyo yaasiin iyo saafaat iyo baqara iyo aal cimraan wax ansaxayna maaha suurad in la gaar iyo loo dhaa in jumca la akhristaa si gaaray afdal u tahay ama sunno u tahay daliil bay u baahan tahay suuradaha kale lagaga xushay waayo wuxuu ihi wasunnatu lkhudbati sunna khudbada jumcaha sunnaheedu bilinsaati xaasilatu waa mid xaasilaysa bilinsaati aamus dhegaysi waa mid ku xaasilaysa aamus dhegaysi oo insaadku waa aamus iyo dhegaysi waa socda wey oo assukuut xaal khudba maca alisqa inuu laba isku daro inuu aamuso inuu hadal una dheg raariciyo khudbadda in la hadlaana waa makruuh bay leeyihin shaaficiyadu oo xaadiidta inuu nebigu dad la hadlay iyo inay dad nebiga la hadleen iyo ayay daliishanayaan laakiin sida saxiixa waa aamusku inuu waajib yahay ilaa in imaamka lilxaaja loola hadlaya mooyaane ha sida axaadiidta lagu jamciyo waalkhafu sunnaha khudbaddu alkhafu fududeyn weeye fii taxiyati salaati taxiyatu salaa taxiyatu lmasjidkiya la fududeeyo hadduu soo galo masaajidkiida khudbaddu socoto waxaa sunnaa buu leeyahay inuu fududeeyo si uu dee khudbadda dhegaysigeeda ugu tafaruqo laakiin mutaakhiriinta qaarkood waxay dhahaan waaba waajib inta ugu yara salaadaasi ay kaga ansaxayso inuu ku gaabsado laba ragacoodna kama badin karo baabu salaati alciideyn labada ciidood salaadooda ayuu baabi ciid ulfitr iyo ciid uladxa baa loo jeedaa labadaas salaadood mashruucnimadooda layskuma khilaafin inay sharci iyo inuu diin ay yihiin laakiin mawaajib baa mise waa sunne jumhuurta waxay dhahaan waa sunna muwakada waa in nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tukan jiray marna kama tegin ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tageen inay faral tahay si xanafiyadoo kale iyo culimo kaleo madaahibta kaleba marka wuxuu ihi tusannu waa la sunneeyaa ay salaatu lciideyni baa la sunneeyaa wahiya salaatu lciideyn ragcatan laba ragcood weeye low munfaridan ay walow kaana haba ahaado almusallii ka tukanaya munfaridan mid kelidiya wa waqtuhaana kaainun wuxuu ahaaday bayna طuluucin qorax soo bixisteed iyo wa zawaaliha suulisteed inta u dhaxaysa adaa'an mu'addaatan xaalo ay tahay mid waqtigeedii la tukaday in fucilat fi hada alwaqt haddii waqtigaa la sameeyo takbiiru sabcin buu yidhi yusan waxaa la sunneeyaa takbiiru sabcin takbiiro toddoba ah awala aluulaa ragacadda koowaad bilowgeeda walkhamsu shantii baa la sunneeyaa fii thaaniyatin ragacadda labaad dhexdeed min bacdi an baa la sunneeyaa in dabadeed kabbara uu takbiirtay fii ixraamihi xiraamashadiisa dhexdeedii ee fi luulaa wa qawmatihi ee wa bacda qawmatihi baa la sunneeyaa istaaggiisa dabadii ama wa bacda takbiirati qawmatihi istaaggiisa takbiirtiisa dabadii ee fi thaaniyati ragcadda labaad dhexeeda wa khudbataani laba khudbadood baa la sunneeyaa bacdaha salaada ciidda dabeed oo ka jumcatihi ay ka khudbati jumcati jumcihiisa khudbadiisii oo kale ah kabbir takbiiro khatiibow fi luulaa khudbadda hore dhexdeeda minhumaa xaala ay labada khudbadooda ciidda ka mid tahay tiscan sagaal wilaan wila
أي ولاية سجال كاسيو إسكو حيجة والسبعة تضربة دي تكبيره في ثانية خطبة البادح أي أولا يعني بلو جيدا ما هو رانتين لبعض ما هو نغني سأولكم واي هل كم كوا رميا سلاد دي عيد وسنو يري وأنا لبرك عدود بيري راح كلو ينوت المامات شمعادو سيد شمعين أنا شرد واهي قفوا يسقوا كليدي يدوت كذا كان صحيح منفردا لو منفردا وكاين وقت جيدنا وامرك قراء الصواب حضاء ولو قدر الرمح يعني كربا نقانه وقتها يدخل بطلوع الشمس مرة الامرك الصواب حضاء ولو لم ترتفع قدر الرمح قدر الرمح بياني كر نقانه وقت جيدنا وجوجا إلا يقرأ حضو سولي سو حقا ودع ضايو إيلانسو مرهدي انت هو أداء مرهدي زوالك لقاره زوالك ودعه قضاء بين غنس ضل بين غنس وحوي روح على الصنية تضبط تكبيرات إنه رجع عدها هرب له جيد ليه بعد وتكبيرة الحرام اللي كتير لسه حاجة ضبوا إنه وش هي وزايدة يشان رجع عدها لبعضه وتكبيرة الانتقال كور رجع عدها ركع قصوى كعاني كتير وبأخذ بوضبة على الصنية وخد بدت جمعيه سواء كلا حق أركانته شنتي الركون يا خطبة الجمعة العيد يا خطبة العيد نلاقي الربع لكن شروط ده يسكوميت كما أها وهدو يسقوا قاون عيد خطبة دايو خطبة دوايا صحيح صح لكن ده إنه قاون ده كلا صور يستجوا حرارة وكده بابا يا رجاس واي وحوري كبر في الأولى منهما تسعة خطبة الظهرية لا بد خطبة العيد كم ذا سجال شير الله أكبر ولاية متوالية معنا إسكوع الحجة مركا في الأولى مركو وريا مع خطبة الظهرية حقي ذا ظهرية من دحيح ذا ما حقي ذا ضمي إيش الدور نسيبك الجليه وخطبة الظهرية دحيح وين سجال كتكبير الدعاء واي خطبة اللبادنا تضبة تكبيرة بول معنا مركاين أولا أي في أولها وصيدة أفضل كاه لكن دحدة دبة تكبيرة والله ينكرها تكبيرها حديثة مرفوع أكثر وضعيف waxa qure loo hayaa aathar wariba saxaabana ka soo horreen saxaabe ay kaan saxdeen ma jiro Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud ayaa yiri waa sunnah waa sunnah taa uu kubira 9 fi al-awwal wa 7 fi al-thani saaso kale Hasan al-Basri isagu waa tirada ka badi Umar ibn Abdul Aziz nasar wa takbiran jiri كامر كله يوا من السنة، أما السنة معنا سني نبيجا، أما ده سني صحابة وشيدا. كتير نقطة بنا ده وارم فيها عن، العلم يقولون أولي قد بوقع عمل فليين، كأقف كي ساي لا لقو إن كريمين، العلم غير كده عدادين ويا، وتكبير ملاه وحمدون، أي لقو بلاوي، ويا. وعند التصن والله صلى صلاة العيدين وهي ركعتان ويلو منفردا هم نقد كتكنا يا كليدي ووقتها أنا كائن وامدا هذا بين طلوع إن قرحس وبحستاد هي والزوال سولستاد تورح حيسة أداء حالة تهي أداء أي مؤدات من وقت جديد للتكذ هذين تالو تكذو صن ويصن وحلا صلى تكبير الصبع تدوبات شر لتكبير تأول الأولى خطبة ظهراء أول كيد أو هل كان لكن شيء جين حمد لقب لعبه إن لقوا بلابو حمدي في الأولى داس أي آدو اعتراض ابن تيمية ابن القيم النبي عليه الصلاة والسلام حمدي أمبا مركاك سعرورة إنو تكبيرين شيري السنة وقام سعرورين خد بضاه وردر زاد المعاد كوكوشها قام ابن القيم رحمه الله ويو الخمس شنبا للصنية في ثانية من بعد أن كبر مركو التكبير تكذب في حرامي حرام شديس
وقومته يمرك تكبيرته كذب استاجيس ورقعد لبعض كعي وخطبة ثانية بقى للسنة بعدها بعد الصلاة العيد كجمعته لبعض سيخطبة ضوضو كخطبة جمعته حق أركان كبر وتكبيرا في الأولى رقعد ورد حدد منهما حال الوضع كمتة تسعة سقال وإلى نسكوحك حقيقة متوالية والصبعة تضم تكبيرا في ثانية أي أولا أول كيدي بلو قيدو تكبيرا والسنة وحل السنة من قبل صلاة الفطر عيد الفطر كالصلاة دي ذكر فطر أفريطان كذا أساس وكلال مساكبة للسنة أفحدنان وأفحدنا هذا قبل صلاة العيد صلاة العيد دورتي يوم النحر يوم عيد النحر وبكر وكله هنا يا الخروج بحيتانك للخطيب وخطيب كمايا والمشي بقى للسني إن الله لو جايو مركب لغوص السعودي والتزيين يسقرحين بقى للسني والتطيب يسودقين بقى للسني وكبروا تكبيرنا يا مسلمين تدمان تدرج يا دمر يا عروبه ليله تيل عيدي عيد لبدا ذهبين يعني هبينك عيد الفطر يا هبينك عيد الاضحى الى تحرم وتستمر اما يستمر التكبير تكبير تاسن وهي سكونيسا الى تحرم الا حرش لا غاده بها صلاه عيد وحده كذا ساس وكله يكبرون وهي تكبيرنا يعني لما تلا أي في زمن لما أي فيما في زمن وقت دحدي بيت تكبيرنا يعني ثلاث صلوات سلاده كحجة ويبتدوا بلامي هذا تكبيرنا الصلاده كقيدني بعد الصبح التاسع مالك السقالات يوم عرفة صبح عيسى الدبدي إلى انتهاء عصر ويستمر وان الصعون يوتشريا إلى انتهاء عصر يوم الرابع مالك عيد أفر كؤة عسر كيس إلا ودمانية واي ألكن سنياش عيد يا دابت يدو حكمي دو كل شيء حكمي دا عيد الفطر وحاد سنة انتانو سلادة كان إنو أفره عيد الأضحانة إنانو أفرين سلادة هرتين سلادة بددون وأفره دو ضحيقة شيء يدا وحكعنا ديك لنا وحكا لو كافر وعكلا سنة عيد دين هر الله تقو خطيب كسي ساقو هرو كله مايا مرقادات كسو الرانة دي خطبة دي اي قادوم بتقيا يساقو وعكلا سنة إن للغا ايو مرقال لغسي السعودوية مرقال سوى السعودو ساقا دور ريقف وخالفة الطريق ايو النبي قسمين شيري وضضي لك للدوو إن عيد اللي سقر حيو ودرك وحويان وفي عن قف قيلة يوحله إن ليس أدقيه المسلمين تاميشي سوي من يمال إن كنوا يوم السرور حتى كان تجاهين عيد يقول لي سيسكفر ليه آياتين وحيابان سمية قال قلنا تكبير تبوك قال له وحول اللي بدها بين عيدة إلا تكبير تواصلني تكبير توا الله بنوع تكبير مرسلة ومطلقة هي تكبير مقيدة تكبير مطلقة وتكبير تان حال إيو وقت قاران كحدنين رجع تكبير تاسيل بدها بين عيد دبا والسنة وحان يسعون يسا إلا سلاد عيد الحرارية نوع على بعضنا وتكبير تمركا مقيد كا السلادة دبا الله يمني السلادة دبا الله يمني واحد بلا من سابوري الصبح السقالة عرفة دبدي إلا أيام التشريق الدماني أنا مالك عيد كوافر عسر كيس اللي تكرينا سعون يسا وكبروا تكبيرا ليلة تيل عيدي عيد اللي بدأ يذهبين إلى تحرم ويستمر هذا التكبير إلى تحرم إلى حرش اللي قاعد بها صلاة عيد الحج كذا أساس وكلا كبروا تكبيرا لما أي في زمن وقت ثلاث صلوات صلاة كحجة عقب صلوات تكبيرا بعد الصبح التاسع ويبتدي بلامية تكبيرة مقيد كاي
بعد الصبح التاسعي وبلامه مالك السقالات صبحي سدبدي ويستمر أو يمتد وحان حرير سراريا إلى انتهاء عصر يوم الرابع مالك عيد كوافرة عصر كيسو إلا ودمانيه. باب صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف هي صلاة الخسوف باب كي كورمي كنيوي مركا كسوف الشمس هي خسوف القمر دي ميل قوض الشيغة ساسي مركا وكلا قادة أشهر كوي مدول بناك كلمة عيسى والا سين كراه وكسوف القمر هي خسوف الشمس نبي عليه الصلاة والسلام وانا عيد اللغة كاقونا أطلق كل منهما على الآخر ماذا البقى كلوا كوي إطلاق رسولك عليه الصلاة والسلام مركا وانحجاب الضوء أحد النيرين والله بضع مركا ده افتيمة يعني متكود افتين كيسين وقرصوامة متقيني وقرصوامة مركا صلاة قارة أيا أرنتا اللوتشي دي وراري لا يدومي سكوب بغقليني وين وحولي ذي صلاة دان صلاة مدوباتكو ركعة تاني لبرك عدود وي وكلا هاتين مد كستو لبا ركعات كميدنا حوت وحي كوبستي ركوعين لبا ركوعات يو قومتين وقومتين لبا استاك والسنة وحال السنية تطويل اقتراء القومات استاك يدا قراءات كودا إلا داري وصبحة الركعات ركوعها تسبيح له ذي لديريا للسنية يو السجدات يو السجودات تسبيح له والجهر بها للسنية انكر له قاضه في قراءة الخصوف خصوف كود يحمد بات كا خصوف كقراديس لقامنا حال خصوف كاسوس وقنا هذا الديح والسر بها للسنية قراءة انها صلوه في الخصوف قر احمد باتك وخطبة تاني بقى للسنية بعدها صلاة دبدة كالجمعة خطبتان كاسيو خطبتين كالجمعة وكلا قدم الرئيسية صلاة الكسوف على فرض صلاة فر الكاي وقت قدو تاقيك الرئيسي بوقت في وقت وقت هدي لقو تشيرو وسعة وفر الكا قاضي او بلارن مركا صلاة الكسوف وركعتان ولا ما ركعوا دي ركعتان مركا صلاة الكسوف صدح كيف يدبه ولا تكون كرامي رضا وقال الشافعي كيف يدك وبعده ركعتان وكركعتي الظهر كسنة الظهر وكلا حبا ديرين ايو ركوع ديران ايو قومات ديران منا اللهين سواء لو تكن كرام سيدا الله بعد لو تكن كرام وحوي لبرك عدود لبق قيامي مدو لبا إليه ذا لبق قيامي لبرك وعود لكن عن ديرين وأدنى الكمال تاس لما يستيرن كده الكواسيس أعلى الكمال الله وبحي وإن لتكن لبرك عدود مدو لبا إليه ذا لبق قيامي لبرك وعود أو دادر صلاة سورة البقرة ركعت كوباد الأخيرة ركعت الله بعدنا على عمران هي النساء سورة هذا الأخيرة النبي عليه الصلاة والسلام وديرين مركاوي حوري ذي ركعتان وكلاتين حوت ركوعين وقومتين ومستحب شرد وماسي حديدة يعني مدولي بالله بركوع عودي الله وقت قيام أيالته وصدى الصنياشان كلا ايا لوتكن كرا واين والله بضا مركا كيفيو سينو قرس صلاة دي بحران ايا قران كيبو اخرن ايا ديرين ايا وركوع ايا ركوع دو ديرين ايا وكسو التوس ايا عالكو صلاة دا كلا دي كسو جودي لها قراع صبو بلاب ايا وقيام كيلامات كاس كدي بو ركوع ايا ركوع عمرو كسو التوسو اعتدالا اي سجودي والسداس والسنة وحال السنة يقول تطويل اقتراء القومات أي قراءة القومات
istaagyada qiraa'adooda in la dheereeyo ayaa la sunneeyey buu yidhi. Waxay idhaahdeen waa in qiyaamka koowaad suuratu lbaqara ama waxu dhigma, qiyaamka labaadna bacda alfaatixa suurata alcimraan ama waxu dhigma, qiyaamka saddexaadna suuratu nisa ama waxu dhigma, qiyaamka afraadna suuratu lmaa'ida ama waxu dhigma. Marka markuu yidhi wa sunna tatwiilu iqtiraal qawmaati, wuxuu meesha ka saarayaa arkaan qasiira baa jirta iyo arkaan tawiila, soo ma arkaanta tawiilka waa tebidhaayn, arkaanta qasiirkaaba yare waa kuwe ictidaalka iyo aljuluus bayna sajdatayn, kuwa lama dheereynayo bay leeyihin fii salaati alkusuuf. Horena waxaynu sheegnay xataa salaadaha kale inay ruknaani tawiilaan, xadiidna saas ay ku cadday, wanaxwan mima sajada, intuu sujuudsanaa in ku dhow buu rasuulku fadhiyay, saxaabadu salaadii rasuulka ay sifeyriyeen. Waxaa la dheereynayaa buu yidhi tasbiixda rukuucda iyo tasbiixda sujuudda. Waxaa sunnaa qiraa'ada khusuufka dayax madoobaadka in kor loo qaado, oo dee waa salaad leyliya, qorax madoobaadkana in hoos loo dhigo. Axaadiidta ku soo aroortay sidaa waa daciif, axaadiidta saxiixina waxay ku cadaysaa xadiidu caaisha fi saxiixayn in markay qoraxdu madoobaatay uu rasuulku calayhi salatu wasalaam qiraa'ada kor u qaaday. Marka dee saxaabada qaarkood oo yidhi maanaan maqlahayn, dee waa dadkaa badnaayo iyagu inay ka fogaayeen baa lagu xambaaraya, laakiin iyadu waa maqlis, oo waxa weeyaan dee iyadu waxbay sugaysa, iyaguna waxbay diidayaan. Walmuthbit muqadim cala annaafi, laba khudbadood bay leedahay, khudba raatiba ah oo ka dambeeya khudbada jumco oo kale, arkaantii khudbada jumcaha ayaa laga rabaa iyo sunnayaashii, laakiin shuruuddii khudbada jimcaha ma laha. Haddaba waxaa kulmay salaad farole waqtigeedu taagan yahay iyo qorax madoobaad ama dayax madoobaad. Waxaa la eegaya salaadan faralka hadduu waqtigeedu waasic yahay oo aanay baxahayn, dee haddii salaatulkusuufkii la galo qiraadina se loo dheereeyo, waxaa la horeysiinayaa salaatulkusuufka, salaadan salaad madoobaadka la horeysiinaya, waayo iyadu lama qalleeyo. Mar hadday sababteedu meesha ka baxdo, madoobaadku meesha ka baxo, saasay kaaga tagtay. De salaada faralkeedana waqtigeedii baa waasic, waad ka gaari kartaa. Haddii salaada faralka waqtigeedu cidhiidhi yahay, tusaale ahaan dee maqrib oo kale, faralkaa la horeysiinaya, salaad madoobaadka ayaa la dambaysiinayaa. Wuxuu yidhi dii tan oo salaada madoobaadka ragcatay laba ragcood weeye, oo kilaahatayni mid kastoo la arko laba ragcadoodina hawat waxay koobsatay rukuucayni laba rukuucood iyo qowmatayn, mid waliba saddex inay lahayd iyo inay afar lahayd iyo inay shan lahayd. Riwaayaadka Muslim way ku soo aroortay, laakiin waa riwaayaad shaadda, sa a'imadu ay yidhaahdeen sida Imaam Bukhaari iyo Imaamu Axmed iyo Ibnu Maciin iyo gheyr waxd min alaima. Akthar riwaayaatna waa laba rukuucoodun in ragcad waliba leedahay. Dee kusuufkaani xadiidada ku soo aroortay, kusuufkuna hal mar unbuu dhacay intuu nebigu calayhi salatu wasalaam noola. Wa sunna waxaa la sunneeyey tatwiilu iqtiraal qawmaati, istaagyada qiraa'adooda in la dheereeyo, subxati rakcaati rukuucaa tasbiixooda in la dheereeyo, wasajdaati sujuudaa tasbiixdooda, waljaaru baa la sunneeyey koruqaadis baa la sunneeyey fii qiraa'ati alkhusuufi, madoobaadkii qiraa'adiisa kor loo qaado, liqamarin xaalo madoobaadkaas ugu sugnaaday dayax, wasiru baa la sunneeyey hoos dhigis qiraa'adi hoos loo dhigo filkhusuufi qorax madoobaadka fii qiraa'ati alkhusuuf, marka waa makruuh intaa la khilaafaa bay leeyihin. Khudbataani baa la sunneeyey oo jamaacadii loo sunneeyey bacdaha dabadeed oo kal jumuca ee ka khudbatay iljumuca xagga arkaanta, qadim horeysii salaata alkusuufi salaada madoobaadka calaa fardin faral ka horeysii biwaqtin fii waqti waqti haddaad ku sugan tahay wasiicahu faralkaa qaadayo u ballaadhan. Baabu salaati alistisqa, salaada roobdoonta baabkii ka warramay wey. Marka istisqaagu waa talabu suqya min allah cinda aljadbi aw qilat almiyah, waa in ilaahay waraab la weydiisto markay abaari jirto,
ama abaariba ma jirtee dhulku waa barwaaqe biyo la-aanu baa jirta markaa roobdoontu siyaabo kala duwan bay u soo aroortay in khudbadda lagu duceeyo in salaada dabadeed la duceeyo oo roobdoon la sameeyo duca ah in la tukado salaad la dhaho salaatu istisqaa kadib la duceeyo salla waa tukan doonaa buu ihi salli baan usoo qaarkoodna ku qoran tuko ka ciidin ay ragcateyn laba ragcoodo tuko oo ka ragcatay ciidin ciid labada ragcoodo kalaa bacda amri alxaakimi xaakimku markuu faro dabadeed ee annaasa dadkii bitawbatin uu faro toobadkeen waradi iyo celin iyo ka bixitaan laga dhex baxo lilmadaalimi wixii cid laga dulmiyey walbiri uu faro wanaag samayn sadaqada ay ka mid tahay walictaaqi addoomo xorayn uu faro iyo wasiyaami soom talaathatan saddex maalmood la soomo waraabica alayaami maalmaha saddexaadtooda afroodna falyakhrujuu ha baxaan dadkii bibidlati takhashuci iskhushuucin iyo ishoosaysiin dharkii dharkeed iyagoo xidhan waa bidladu asalaan waa dharka shaqada thiyaabulmihna maca rudacin ha la baxaan caruurta yara naaska jaqaysa weliba hooyadoodna ha laga kaxeeya si ay u ooyaan warutacin iyo xoolaha daaqa warukacin iyo dadka waaweyne dhabarkooda soo qallocsamay gabow awgii wakhtub khudbadee ay nadban sunanimo kamaa fil ciidi ay khudbatan oo ka khudbat alciidi ah xaggii arkaanta iyo sunanta istidbaarin ay maca istidbaarin iyadoo lala qabo u daba jeedin qiblada loo daba jeediyo waabdili takbiira takbiirtii ku jirtay khudbadda ciidana ku bedel biistikfaarin ku bedel istikfaar ku bedel marka salaatu listisqa waa mashruuc se jamaahiir alculamaa ku tageen khilaafan lilxanafiya oo le salaad maleh taasina axaadiidtay khilaafsantay marka waa laba ragcadood sallaa waa tukan ee almustasqi ka roob doonayaa ragcateyni buu tukan oo ka ciidina salaada ciidda xaggay kala mid yihiin waxay kala mid yihiin xagga inay laba ragcadood yihiin iyo xagga kayfiyada oo takbiir takbiiraad toddoba ah lala imanaya ragcadda hore iyo shan ragcadda dambe laakiin xagga waqtigaba kalaba mid maaha oo habeenkiiba salaada roobdoonta la tukan karaa ta kale waa laga badin karaa salaada roobdoonta laba ragcadood waxaa kaloo sunno ah inuu xaakimku madaxweynuhu dadka inuu faro horteed inay toobad keenaan ee dembiga iyo macaasidaa sabab u ah abaaraha iyo masaa'ibka shuruudii tawbadana weliba waa inuu xusuusiyo waa inuu faro saas oo kale xuquuqu dadka ku kala maqnayd qof waliba inuu iska celiyo wixii dee xaq lagu laabo ka dhex baxo taa lafteeda toobadday ka mid tahay ahamiyadeeda awgeed unbuu gooni ugu sheegay albir waa inuu faro oo ah wanaag oo dhan qoor xorayn addoomaha in la xoreeyo in la soomo soomku qofka qalbigiisu jilcinaya khushuuc buu ku beeraya waa talabaad ee qofku markuu soomayay ducada waa la aqbalaa saddex maalmood oo maalinkaa la roob doonaya ka horreysu soom ayay soomayaan maalinka afraad laftiisana iyagoo sooman bay baxayaan marka markuu leeyahay thalaathatan ay qabla yowm alistisqa saddex maalinta istisqaa ka horreeya waraabica alayaami maalinka afareeya saddexdaana falyakhrujuu ha baxaan bibidlatin iyagoo xidhan dharkii shaqada tawaaducu ka muuqdo marka maa in uskag iyo waxaa ina ismarmarinaya waa in isnadiifiyaan oo cadaydaanoo uskag iyo qarmuunka iska jaraan laakiin cadar ismariyaan iyo inay dhar qurux badan xidhaan iyo taasaa la diidaya waa ilaahay baa laisu maskiininaya faqr iyo baahi loo muujisanaya waxaa la kaxaynayaa buu leeya sunnaa in la kaxeeyo caruurta yaryar ee naaska jaqaysa hooyadoodna weliba waa laga kaxaynaya gabadh kale loo dhibaya ama qof kale si ay u ooyaan qowmu yuunus markuu nebi yuunus u sheegay saddex maalmood kadib cadaabka ilaah inuu imanayo
وحيامي إلهي عذابك قبت بادي وحكمي إني دمان توت برنانك وبحين تابوا إلى الله توبة العام توبة قد بي الله وتوبة كارين وفرقوا بين كل والدة وولدة وحكستوا إصدالين ويكلك حيين طبيعتنا خرجوا يجأرون إلى الله يقول آدوا نواقيا حولي عيان وعرطي ردي أويسوا أي إلهي سبحانه وتعالى بريين إلهي بقى عذابك كبد بادي واي رط على وحولي داقي حولان ولك حينيا ها لكن ساني هو مشغول بنانك هو صار يعني ويسكد يرسو عيان ركع وددك وويناي دبر كود السوق اللعصمي يقنا ولك حينيا يو ده هذه الشيرة لو ضد قلب جودة الدنيا ده وكتشيستي وضد كلا عبادة كجد دالق يخو شعله مع السود ونسد غالب كاي كير طاي خطبة بيلا ده هاي خطبة ده خطبة العيد بأركانتي الصلاة كلامة الشروط ما هل كويح ولبست بار معست بار مرها دي ومقصود كصلاة دنيا هاي الدعاء سيان لوغو قادر إلا خطبة دينا يدو قبلة الوجه أي أول باستدبار مع استدبار مرة خطبة دينا يدو قبلة الوجه بتشيدنا حاجة دموس كبرنا لكن خطبة اللبات صدري جيدة أي وجه السنة يا بلو جيد وجه السنة يا حاجة قبلة قاسو الدعاء دي بلعبة يا قعمانا هوسم وفورنية تكبيرتي كتيرتي خطبة العيد نالك الاستغفار بالغو بدليا فقل تستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا واي كتاب الجنائز هذا كان بيان أحكام الجنائز كتاب بيان أحكام الجنائز كان جمع جنازة بالفتح واسم للميت في النعش جنازة ومقع ميت كوليه مركو نعش كساريه من جنازه إذا ستره واي بالكسر الجناسة دي لدارة واسم للنعش وعليه الميت والنعش كاب مقع اسكاليه ميت كوليه ساريه وحوري الغسل ما يرس ميت كلماري والتكفين كفنتان لكفنية والصلاة تكشو عليه ميت كالقوت كذو ثم الدفن دي بترى آسيطان ميت كلا آسا مفروضات وكوالا فراليالي كفاية كفاية هم بالله فراليالي أما كفاية حالة وياي فرالكاسي فرال ليسك قفل الله ليسك كافيه ومن كيقتل لديل الشهيدا حالة وياي ميت شهيدا في معركة الكفار في معركة الكفار قال هذا الدقال كالقولة كيرا القدلو لا يغسل ولا ما يري مايو ولا يسل القدت كان مايو بل على الغريق وحال قلت كنيا كغرقومي يو الهدم وصاحب الهدم يكي اي ميل كدنتي يو المبطون كي على شعودنتي يو الحريق يو من مات في الحريق او بالحريق قبشد او دنتي واي وحوش يا قافرتي الرمضان دي ولقى مكتوب تاني كوار كتيرني ميتكو حق اولها وضدك النول حق اولها هذا الرضا حمل جماع حمل جدوى لازم للدفن سيد غالب كا وقفك لجماعة عصا أنت بدن هلكي وكل أنت بكامرة دي أصل الشيء قادستنا ولازم بيوتوا كل رنتي مركا أفرتن ميت كستاميو حق لي أفرتوا وده الصعود بقى وح حق له ميتك مسلم كا يا الشهيد أهين سقطنا رهين دعسنا رهين دعس كقاركي قال أردم يسقط دراوه إن لقدت كذا حق من الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا قال كوادو ياي قال مركا الشيس ينا بتقلي يا مسلمين تنحت على الله وذم يا مستأمن يا معاهد انت ويسقط دراوه إلا كفنو أولا آسا وواجب إلا ميرانا وجائز إلا قلت كذا لو حرام قال كهدو حرب يهينا لا يجب له شيء من هذه الأربعة مد أفرتا كمدي معنى ما واجب ما ومو واجبه لكن
salaadii lagu tukanayo waa xaraan waa la maydhi karaa waa jaayis in la maydha gaal oo dhan in la maydha waa bannaantay waana la kafri karaa waana la aasi karaa waxaa yimi markaa shahiidkii waa ka xagga dambe inoogu sheegay shahiidka isaga waxa weeyaan waa la kafnayaa waana la aasayaa laakiin in la maydhiyo in lagu tukadaa ma bannaana laa yajuus laakiin waa inuu ku dhintay dagaal gaalo lala dagaalamayo oo loola dagaalamayana dee liicilaahi kalimatillah bisabab alqitaal waa inuu u dhintay gaaladu inay dilaan xataa shardi maaha se nin badan aragnay waayahay markaa shahiidku waa laba nooc shahiid dunyaa waalaakhira mid axkaamtii shahiid kale adduunya aakhiraba waana man qutila bisababi qitaal alkufaar kaasa shahiida shahiid adduunya waalaakhira ah waana kaa kaan la maydhahayn lana aan laguna tukanayn ama shahiidu laakhira oo qura kuwanu sheegay baa ka mida ka qarqoon ku dhinta ka dhismi ku dumo ka waxa weeyaan caloosha u dhinta ka gubta ka dulmi lagu dilo kuwaasi axkaamta shahiidka fi laakhira ayay leyin thawaab shahiid bay filaakhira ku leeyin lakiin axkaamtii shahiidka ma laha fi dunya mar hadday muslimiyihiin afartanba in loo sameeyo waa waajib waay wuxuu ihi wakufina waa la kafni asiqtu dhiciskii wa yacni yushracu takfiinu bikulli xaalin xaalad kasta uu ku sugan yahay wabacda nafqi ruuxi ruuxda marka lagu aafo dabadeed biqtisaalin maca qtisaalin baa la kanfi maca quslin mayris iyadoo ay la socoto wa in yasi hadduu qayliyo oo dee amaarad noloshiisa tusinaysa ay ka muuqatana fakal kabiiri sida ka weyn baa yujcalu laga yeelay wa sunna waxaa la sunneeyey satru meydka meelaas turan in lagu maydho wayuqsalu waa la maydhi witran tiro kala dhiman bisidri qasil baa lagu maydhi fi luulaa maydhista koowaad ee maca aluulaa wa bilkaafuuri baa lagu maydhi doonaa kaafuurkii asalbi aa mid adag waxbaanay ka go-ayn walaakadu sida muakadka ayna fi lakhiiri wa jeclu kaafuurka in laga yeelo fi lakhiiri marka u dambaysa qaslada u dambaysa marka maydhista halkan waa axkaamtiibuu tafaasiisheedii ka galay siqdiga dhicisku waa ilmaha isagoon shinkiisii gaadhin soo baxa marka dhammaantiiba in la asturo xaq buu leeyahy marka markuu leeyahy kufina wax suuradii kafanta lihi waajib uma wada aha hadduu tusaalahan uu yahay waslad suuradii bani aadamka aan yeelan waa in mara un lagu duuduuba in suuradii hay-addii kafanta loo yeela waajib maaha god yaruun inta loo qodo dee ciidda lagu rogo oo qabrigii iyo iilkii iyo wixii laa yalzam fiih bikulli xaalin wabacda nafqi ruuxi biqtisaalin haddii uu gaadhay waqtigii ruuxda lagu afuufayey wamacnaa khilqatu laadamiya ay ka muuqatay suuradii bani aadamka uu yeeshay kafanta waxaa loo raacin maydhis laakiin salaadi ma jirto haddii calaamadii nolosha ay ka muuqdaan sa inuu dhaqdhaqaaqo inuu qayliyo inuu ooyo sidii kii weynaa xuquuqdii kii weynaa buu yeelanaya oo afartii arrimooda ka tafsiilkaasaa gelaya siqdigii calaamaatu lxayaat hadday ka muuqdaan waa sida qofka weyn markuu soo dhasha bay ka muuqdeen waa sida qofka weyn calaamaatu lxayaat kamay muuqan laakiin suuradii bani aadamku leeyahy salaad un baan jirina saddexda kaleba waa lagu samaynaya suuradii bani aadamkana kamay muuqan waa la kafni ama waa dee la qarin oo maraa lagu asturi waana la aasi laakiin maydhis iyo salaatoona uma waajibayaan wuxuu ihi meydka marka waa in la asturo waa sunna satruhu cawradiisa uma jeedee bimacanaa meel asturan waa in lagu maydho kuwaa maydhaya cidda caawinaysa iyo
qaraabadiis qaaradeed dul yimaadaan iyo ay joogaan imaha bannaanka haddee meydka in lagu meedho xurmadiisaanay taasi ahayn qofku markuu nool yahayba markuu meedhanayo dee meel buu galaa soo ma xataa hadduu dher xidhiyo bannaanka uma meydho laakiin cawradiisa in la asturaa waajib haddii maro weyn oo ka balahsan loo geliyo oo dee gacantu ay meelahani ay ka geli karto saasaa lagu maydhi doonaa dee gacantu baa la gelin doonaa haddii kalena intaa cawrada ah ayuunbaa la qarin doonaa marka la maydhayo cawradiisa in la egaana ma banaana marka waxaa meel asturan loo gelinaya xataa dee saqaf le si aan dusha cidiba uga soo egin haddii dee tusaale ahaan jidhkiisa meelo fool xumi ay ku yaaleen oo dadka markuu noolaa uu ka qarsan jiray si ay sida ugu qarsoonaadaan maydhista waa in witri laga dhigo hal mar baa waajib oo jidhkiisa wada gaadha waana laga badin karaa witri tiro kala dhiman waa in laga dhigo marka koowaad waa in loo raaciyo qasil uu nadiifinayaa qasilku waa in kaafuurna loo raaciyo waa nooc dee udugga ka mida jidhkuu xoojinaya bahalahana waa ka eriya waa ka didinaya kaafuurku waa inuu salbi noqdo mid adag waayo markaa markuu biyihii dhex galo mujaawir buu noqonaya mukhaalid noqon maayo biyihii xukumkii tahuuriyada ka saari maayo hadduu yahay midaan salbi ahayna jilicsanayo wax ka go-ayaana oo biyihii markaa la dhex geliyo oo aanu magacii biyanimo meesha ka saarin iyada lafteed waxba yeeli mayso waxaa la diidayaa un kaafuur magacii biyanimo meesha ka saara in lagu daro biyaha ila qofka biyaha la rabaa in lagu maydhay lamana tirsanayo maydhista qasil lagu maydhay ee magacii biyanimona meeshau ka baxay ama kaafuur lagu maydhay magacii biyanimo meeshau ka baxay taa iyada laguma darayo cadadkiiyo tirada marka u dambaysa in laga dhigaa fiican mul waayo wuxuu yidhi wadakarun mid lab kufina waxaa lagu kafni doonaa fii ciraadi lafaa'ifin fii lafaa'ifin baa lagu kafni yacnaa duubiyo ciraadin bal ballaadhan oo dherar iyo ballaadhba jirhkiisa u wada qarinaya wa thalaathatin saddexa oo bayaadin cadcad lahaa alafdalu lahaa gabadha waxaa u fadli badanna lifaafataani waa laba maro lagu duubo waalizaaru iyo hoos gunti uma alqamiisu deetana qamiiskii in loo xidho intaa dabeed albiid wa cadaaya waalkhimaaru iyo masarkii marka ninka laba maro in lagu duubo cadcad saddex maro cadcad ayaa sunnaa maro qura oo jirhkiisa wada qarisa ayuu horta faralku ku dhacaya cawradiisa in la asturo uun xaqiisi kuma dhacayo xaqii ilaahay baa ku dhacaya laakiin xaqiisi ku dhici maayo inay cadaadaan sidii nebiga kafantiisu ahayd ee ilaahay uu dooray ayaduna sunnaa maro aan caddayn waa lagu kafni karaa laakiin waa makruuh haddii la helayo mid cad gabadhana shan ayaa akmal oo afdal u ah wasgunti in loo xidho kadib qamiis kadibna masar kadibna laba maro in lagu duubo dee inta mid la dhigaala inta labadii maro laysdu dhigo ayaa meydkii la saaray markaasaa lagu rogayaa lagu duubaya lagu xidhaya walfardu buu yidhi marka maryaha haddee halkaa kolle axkaam kalaa soo gagasho oo kutubta yararba iskaga qorqoranoo ma u diidi karaan labada mare dheeraadka ah warasadu ma uma diidi karaan yaa u diidi karaa kuwa deyn kule mustaqriqa maalkiisaba markaa wada maashaysay maalkiisaan waxba ka hadhay warad xabad baa ku filan ku kafno labada kale deyntaydaan u qaadanay noo reebe ba odhan kara xaq bay u leeyihin haa walfardu buu yidhi faralkii yacnaa rukunkii arkaantii walfardu jinsigaa loo jeeda arkaantii lisalaati xaala salaatu janaasada u sugnaatay lisalaati calmayti kabir waa takbiiro naawiyan xaalaati mid salaada niyoonaya rukunka koowaad salaatu janaasa waa takbiirta niyada ka labaadna waa maxay waa takbiirta weeye marka ikhtiraam baana la rabaa waa kan yidhi kabir naawiyan an taqtarina anniyatu bitakbiir sida farallada kaleba marka siduu niyoonaya inuu dee meydkaa ku tukanayo xaadirka ama salaatu ljanaasa inuu tukanayo ama fard salaat ljanaasa faralnimada waa inuu niyoono saddexdii salaada faralkaa
نيه الربي اي على ربع صلاه الجنازه او فعل صلاه النيه هي التعيين ان صلاه الجنازه تنيه هي الفرضيه لكن فرض الكفرض الكفايه ينسي النيه هذا شرط ما واي ثم اقرا ديتنا اخري الحمد اخري فاتحه ده وكيم العباس اخري اللي تعلم انها السنه ساسو كله حديث كي عباده عام كلا صلاه اللي لم يقرا فاتحه الكتاب وكبر التكبيره ثانيا مر لبعض وبعده تكبير طالبات دبديدنا صلي كصلي على المقفي نبي مقعي سؤال المقفي كده النبي يدي كلك الدنبي اخر الانبياء وثالثا وكبر التكبيره تكبيرا ثالثا تدعو هذا الدعاين تكبير تاسدحات بأن لمن توفي كارد انتبه هذا الدعاين وبعد أربعين أفر تكبيرات دبدون قل اللهم واحد ترى هذا إله يو لا حرمتنا هنك قدين وجوره مسلمين تارد انتهي دمشد هذا بمعنى أجر كي لقه إلهي وهذا الصبر كالغو صبري الغو حتصابه أجر كي لقه إلهي يا ذا العلا اللي سرين تو صاحبك من بعده يعني الدعاء ده الدبادي من بعد الدعاء دعاء ده الدبادي التكبير وبهاطي إيه والسلام والسلام نقصي وقادر المد أودنا يلزم حواجب كوا القيام تاجني إنه الصلاة دي كنت كنا إيه واجب كوا مركز صلاة الجنازة أركان تيد ومعلوم أركان الصلاة ده سوى تكبير نيو تكبير قيام على القادر قراءة الفاتحة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء للميت هي السلام هي السلام نقصي وامس أفرح تكبيرتي نيدي تكبيرتي قيامك قراءة الفاتحة ها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء للسلام التضوي كانت تضوي التضوي طيب ودفن واستان كيسا لقبلة موجه حاله يميد الوجه دي إلى قبلة قبلة حقه قد أوجبوا واجبين والسنة واحدة للسنة دفن واستان كيسا في لحد إيه اللغة عاصم بأرض إيه الكاسي وفي أرض لول كسوغان تصلب أدك والسنة وحال السنة يبول تسطيح قبر قدوشي سين سطح السماء لقدقه على المنصوص السيدة شافعي نسقري بلا بناء نسمة يدون تشيرين وبلا تشصيص نورة دين يدون تشيرين فقال كان وعو شيقي يا آسكي يوحي واتبوها هورين وصوم الرأي أقل القبر إنو يهي حفرة وتمنع الرائحة وتحرص الميت من السباع مرة دي قدر طوائل القضاء هذه بنان كالا دي قد اسمه لقد درسة مايو واجب كل عبايتها أما إذا كرغوين عيدة دي لقل رقام رقح وإن القضاء لك هذه سورتو بيسو قضاء الكائن تيلة قادسين وإن قضاء أرتي علين يميتك سيانو ضدك إن ولاد دي قدبين إسنان حرم الدران ونغل سلام عليك أبا هالو إنا قطان إلا صوب بحانا ديك علني أكمل ونمحوها يا قدر قامة وبسطة نندح دحادة تشوقي يقعمين سوك لبعي وأربعة أذرع ونصف أفر ردن يدودن بركي قف والبدر الكيس وصدح ردن إيا بد قعنتيسة إيسايا قعنتيسة dad ka sayd de ukala dhaadheer mi gacmoodan ukala dhaadheer marka de diraca kalana waa bastadi wey gacmiil kala bixiye qiblada in loo jeediyo iyaduna waajib adee ila gheer qibla loo aso asbaabi meed kala soo saari ba kamid hadaan isbedelin in ii loo duwaa waa sunne oo qabal jeex wala samayn kara laakiin ii ka afdal waa sidii nabiga ilaahay u dooray نبي يقولوا حيولا اللحد لنا والشق لغيرنا لكن حاشر ديها نقول كل دول عادق إنه ينو الدماء لقى بقين
هذه إنه دمالة قبقة يوح أفضل الشق قبل تح قبر جبرت كأنت اللي دلاعيه لقضاء جد لقضاء يا هريرة على قد السياع ترى سقف بالا صارية لوح تين قدو حوال كدي بعيد الجرجية واضح قبر جا وتصطيح هي تصنيم كيبال قصة مينية تصنيم كوين سالوك الرو سيدة كروس كوكلة تصطيح ردو يعني ده دوشي سناتو مربع كلو نو شافعين حقا من تصطيح إنه السنية أفضل يعني ونسى شافعين إسكري لكن حديث كصار ورين قبر جي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام نبي تصطيحه وضعيف بخاري نوحي والصفيان التمار وتابعي كوري إنه قلاي قبر جي النبي أبو بكر عمر وأركي جو مصنمة ولهذا سدح المذهب كلامه قبان أن التصنيم أفضل من التسطيح وأنا وجه في مذهب الشافعي تصامر كارجح لمر للصيغ بلا بناء وبلا تجسيس تجسيس كواين رجحي نورد إيو جيب استباشة لرائن الغش بس ويسوق بصده هل كيما كده سيور لغو ملاسوك كلو تاسوك كلوين تجسيس كو بينه ندوان دسمه لقد رصم إيو قباد إيو تابود إيو حنو عاس مركان النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين لبضه بالنهي عاد بك صاروري شافيه عليه بناء وحاران هذي حبالوها أيهين وقفي وقل إن وقفي أها وقفك حباشي سنانا وباهنين أيها لقادنا هل كان رينك لا كتيرتو حبالان اللي اسكبل بلاريا ماها قفك إن كفي لوين لغو عصو لنوك الوار لو وقفي ذات كان لغو عصي وحبال بلاش اللي اسكوين إيو مركا دمنا وغير وين قبر جيل القصة ما إيو إن لبقف لغو عصي كان لا قفك لغو عصو وحاران تاس هذه كلمة مكروه بيلي لكن النبي عليه الصلاة والسلام والنهي يقول علده ده وحكده قانون إن دول كوقف قال إلى علنا يه علده أنت هو كوي أنت هاي هو من باب السد ذرائع الشركوي تعزية المصاب بوي لقفك مصيبة يقول هذا قف قف وكردن طي تعزية دين تيزو تعزية دين تيزو وياي فيها أي بها تع مصيبة السبب تد لو تعسيدية السنة سنوي ثلاثة أيام أما تعزية المصاب غفكة مصيبة كلها تعزيدين تيس السنة سنو فيها تعزيدين تاد حديدة أن تكون وينها ثلاثة أيام صدح معلومات وتوالي كحك تدفن واسيتان كيس هذا تعزيد وكجلا السنة نمد الله سكون عايزكم يا للتعزيدين قف كستا أو قف كارد ينتهي لمشهدي مرق جلسي شرط ما إنه قرابة السنة صاحبك قف كود الشقيين أي واحد كل من حزن عليه يا للتعزيدين وين مركز صنوع ويان بور صدح مع الموت والتقريبية صدح مع الموت بدو مكروه بيلين شافعين صدح حقيقة كانين وحي لادين سنة بقمورا لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج يعني قبر دي إن أي بصاص موتشيسو قف دينتي أوغي صدح مع الموت بالله أقول هذا هدانو نينكي دي أحي كمعاني دو حويا غالب كا صدح مع الموت بمروقات وتاقنتي صدح حد بودات كويس كالصبران مركز صدح حد بودات تعزيده معنيه دي ما بس ما ين السبب أفكين دي بجيري دي لوح خصوصية مرجع عصبلوك هكعي كيري سمينه العلم غير كده وحلو حد ملها وأون إن مره دي مرجع دي هي سي كيرتو صدق هذا النص سجار واحد دي ما كيره ولا تعزيدين كلام صدق هو صدق توالي دفنه بمعنى كحجة أسكيس مركان نظم جا ظاهر كيس وحوي مالين تلاس إنا نكشرين صدق مع الموضوع كدم بيا إنا يهين لكن نو يبان مالين تاكل راعي في المجموع لكن السامع اعتمد كوحوي مالين تي ودنتي إنا يصدح مع الموضي كميتح قور مال التعزيم ركا لاسك كدي مسكور لابدو بناين لكن أفضل كوحوي ينبي ليهين آس كدبادي وإن تاكل ريسا ميت كيبا ويالو آس كيس يديارين تيسي كو مشكول سين إلا أركمو ياني آس كهورتي إنا يآدو أرقا قحين وحيابو دي خلدنا يسامينا يعني. وجوزوا حي بنين تعزية المصاب بوري قفك
lagu musiibeeyey qof ka dhintay tacsiyadeyntiisu. Tacsiyadu waa in qofkii loo laab qaboojiyo oo sabirna loo dardaarmo. qofka dhintay gaal, gaalka xataa waa la tacsiyadeyn karaa. muslimka xuswaa waa laga tacsiyadeyn karaa. muslim dhintayna gaal baa laga tacsiyadeyn karaa. gaalna gaal baa laga tacsiyadeyn karaa. tacsiyadu arrin islaamnimo ku xidhan ma. sunnatu sunnuhu fiiha tacsiyadeynta dhexdeeda. ثلاثة أيام أن تكون وين هاتو ثلاثة أيام وتوالي كحك تدفنه آسيتان كيس وجوزوا بين علمادو البكاء المضى بغير ضرب قراعس كمران بغير ضرب وجه وجه قراعستي آن لصعن ولا نوح برورنا آن لصعن وشق الثوب المرد اللي عنتين آن لصعن مركا البكاء يا البكاء وضح حزستان فرق يقول حياة شرح من القاسم كان قصور شغل والبكاء وحويان الدمع من غير الصوت وكي مقصورات هاي وإلمؤن ودواغ لصعود البكاء وهذه الأراضو وحال الصعودة صوت بها الصعودة وكا المديوي وبنانت وإن العين اللي تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وكي نبي يقول مركو إنك يسيب رأي بنت marka waa inay ka madnaato waxa loo yaqaan in deeqofku jirkiisa meel kamid uu garaaco waji ama meel club ama meel kale inuu maradii dildilaaciyo in nawxu waa nadbu biraf sawt oo qofka walaageedisa la sheego oo ay la socoto in kor loogu dhawaaqayo oo lagu qeylinayo marka kullu qawlin aw fi'lin oo yadullu ala adami ridha oo adami sabr ala qad aqdar illah ma banana حديثك صار رتنا وتقرن إنسان الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.